ما يتعلق بالكفر بالطاغوت. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني كذبوا، أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن، منزل غير مخلوق كلام الله سبحانه، وما أنزل من قبل كل الكتب. طيب زعم، ما دليل الزعم؟ دليل الزعم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الكفر، وقد أمروا أن يكفروا بماذا؟ بالطاغوت قبل الإيمان بالله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم ترى إن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا نحكم الكتاب والسنة، تعالوا نثبت الأسماء والصفات، يقول الشيخ الإسلامي يستدل بآية، تعالوا نرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في إثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، نريد أن نجمع بين المتهوكين والحيارة والشرع والعلماء المتفلسفة وعلماء الكلام. إذا الإيمان الصادق يحكم الشريعة. وأراد أن يبين في الباب الثاني، أراد أن يبين الحكم بغير ما أنزل الله. إذا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مساوي لحكم الله أو أحسن، هذا إذا اعتقد كفر كفرا أكبر. وإذا اعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد، لكن قدم حكم القوانين الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رئاسة أو منصب، هذا كفر دون كفر، كفر أصغر غير مخرج من الملة، لكن على خطر عظيم وموشك الوقوع في الكفر الأكبر. وبهذا انتهى القسم السابق.